وينضم إلينا من تونس مراسلنا خليل كلاعي. خليل، مرحبا بك معنا في هذه الفترة الإخبارية. كيف ينعكس خروج هيئة المحامين التونسيين في وقفتهم، وقفة الغضب هذه، على الشارع التونسي بوصفها يعني قوة اجتماعية، وكيف ينعكس أيضا على مبادرة الاتحاد التونسي للشغل؟ رشيد، من البديهي أن تحرك المحاماة اليوم يعطي مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل أكثر زخما وأكثر وقعا وأكثر تأثيرا، خاصة إذا عدنا بالنظر والتدقيق إلى ما ورد في بيان الهيئة الوطنية للمحامين من تفويض لعميد المحامين لاتخاذ ما يراه صالحا من مبادرات وتدابير لحالة الوضع العام في البلاد ولإيجاد رفقة المنظمات الوطنية لحل وطني لجملة المختنقات التي تعيشها البلاد، وعلى رأسها المختنق السياسي والاقتصادي والاجتماعي. عميد المحامين حاتم زيه منذ قليل في كلمته قال أن الوضع لا يمكن أن يتواصل بهذه الشاكلة، وإن تواصل فإن السفينة ستغرق بنا جميعا. للإشارة رشيد، فإنه تحرك المحاماة اليوم والذي قدم على اعتبار أنه احتجاج أو أحد أسبابه الرئيسية على الأقل احتجاج على ما ورد في قانون المالية من إجراءات وتدابير ضريبية مجحفة، لكن من الواضح أن حاتم زيه خلال كلمته لم يبدأ بهذه النقطة، لم يتحدث إلا لاحقا عن ما ورد في قانون المالية، وإنما وجه مجموعة من الرسائل يمكن اعتبارها رسائل سياسية في مطلع كلمته. قال أن المحاماة ستتصدى لمحاولات النيل من المكاسب الديمقراطية، ستتصدى لمحاولات النيل من الحقوق والحريات. انتقد بشدة المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد في سبتمبر أيلول من العام الماضي بهدف مكافحة جرائم النشر والإشاعات، قال عنه أنه مرسوم تعيس. من الواضح أن المحاماة التونسية اليوم، الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين على رأسي على لساني عميدها عفوا حاتم زيو، رفعت سقف مطالبها ورفعت كذلك نبرة الخطاب والعبارات والعناوين، وربما هذا يتقاطع كما تفضلت مع المبادرة التي يعمل عليها الاتحاد العام التونسي للشغل، شأنه في ذلك شأن الهيئة الوطنية للمحامين، ولكن كذلك المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وربما منظمات وجمعيات أخرى ستلتحق بركاب هذه المبادرة التي من المرتقب أن تطرح على الرأي العام وأن توجه كذلك للرئيس قيس سعيد قبل تاريخ 14 من يناير الجاري. أشكرك جزيل الشكر مراسلنا خليل كلاعي، كنت معنا من تونس.